اتروبين، بدي اكله اتروبين. لو هنبص كده على الكلب قدامنا دقيقتين بالظبط، نبص كده، بص على هنبص على بطنه مع بعض. لو جيت بص، لو الاتروبين اشتغل المفروض يمنع الانفلاميشن. لو الاتروبين اشتغل المفروض يمنع الانفلاميشن. هيبدا يظهر على الكلب اعراض. اول حاجه تظهر عليه لو هو في الدايلازين، لو ما فيش انفلاميشن ابص على بطنه، لو لقيت بطنه بتتنفض انه هيرجع يبقى الاتروبين ما كانش ايه؟ مش شغال، اكسباير، جرعه اقل، صار انفيتك دوز او اي حاجه. خلاص؟ لو ما فيش خلاص الكلب مش هنشوف حكايه الترجيع دي. ماشي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. بعد كده الاقي الكلب يعمل ايه؟ هتلاقي الكلب ياخد الاسترنال كومبلكس زي ده كده، وبعد كده يقوم قاعد نايم لوحده، المفروض يعمل كده. وبعد كده يقوم موطي دماغه وعامل رجله لقدام، ويقوم جاي حاطط اكستنشن للهيد على وان ايه؟ ليج. ده اللي المفروض ايه يتم. انا بقدم بريئه الاستيك انديكيشن دي لحضراتكم علشان اقلل جرعه الجنرال انستيزيا، علشان اتلافى المشاكل اللي ممكن تحصل لي من الجنرال انستيزيا او التوكسيسيتي، وعلشان حاجه اسمها سموز اندكشن وسموز ريكفري. سموز اندكشن يعني ايه حضراتكم؟ يعني ان الكلب اقدر اديله الجنرال انستيزيا بسهوله. انت لو بتديله حقن عقل بسرعه خلاص ما تنساش حاجه. لكن هنشوف دلوقتي ازاي ادي جنرال انستيزيا انت وبرينرز، زي ما خدنا المره اللي فاتت اللي هو السالكسوميا. بديه في حاجه اسمها ستادي ترين او في الريكفري في دارسل، هوريك الكلام ده دلوقتي، او في الجاجولا فين. فعشان تحقن في فين ولازم الدواء بتاعك يجي ستريكتلي انترافينوس، لازم يكون الكلب ايه؟ هادي، عشان ما يقعدش ايه؟ يتحرك منك وتطلع بره وتخش والقصص دي. فلازم عشان كده دي مهمه جدا الايه؟ زي احنا هننتظر شويه لحد ما الكلب يهدى. واخد نص سنتي، انا عارف ان نص سنتي قليلين عليه، هو اكتر من احنا وزناه امبارح كان 17، معرفش هل لحق يخس 5 كيلو؟ جايز اللي قرأ الميزان غلط، لكن ما يهمش، ايا كان مش مهم. انا امتزل ان انا ادي نص، ادي فرص لازم قليل عشان حضرتك تشوف الصوره اللي بتتكلم ايه اعلى، لان هو نفس الكلب ده اللي احنا بنهدى منه بجرعه قليله خالص في السايد بتاعك هيموت. ما خدش جرعه، هنتكلم في القصه دي دلوقتي. المهم فاحنا كده عطينا الزيلازين، هنبدا نشوفه ونتابعه لحد ما يشتغل واحنا بنتكلم. بعد كده هندي الجنرال انستيزيا. قلنا الجنرال انستيزيا في ثلاث انواع، سايوبنتاد، كيتانين، اللي هو الفينول دريفاتيف او اللي هو البروبوفول. خلاص؟ احنا اشهر حاجه بنستخدمها عندنا السايوبنتاد سوبرام. قلنا جرعه السايوبنتاد من 10 ل 30 مللي جرام لكل كيلو جرام، تركيزه بيبقى 1.25 5% 1.25 او 5%. قلنا الكلب لما يبقى عندي كلب صغير، الكلب ده لو قلت لما يكون ديسكور انيمال يفضل ان حضرتك تستخدم التركيز اللي هو الواحد وايه؟ وربع. لو وزن اكبر من كده 2.5، وزن كبير خالص يبقى 5%. احنا قلنا المره اللي فاتت وبعيد تاني بيجي لك بتاع زي السبب بتاع ايه؟ دي نص جرام هتحلها. قلت لحضرتك الكلام ده شرحناه المره اللي فاتت، مش هنقعد نعيد تاني. لما يبقى نص جرام عايز احلها تركيز 2.5% يبقى اديها في 20 ايه؟ مللي، اعملها ب 20 مللي. طب لو عايز تركيز 1.25 يبقى احلها في 40 مللي. قلت لحضرتك المره اللي فاتت ان الازازه دي ما تسعش 40 مللي، فاقوم حضرتك حللها في 20 مللي، 20 مللي، واقوم ساحب منها 5 وحللهم في 5 ايه؟ صلاين. انا ضعفت السولفنت او الدايليوشن وبالتالي قللت التركيز للايه؟ للنص. هو ده اللي احنا حضرتك هنعمله او عاملينه بالفعل. دي الازازه دي اهي محلوله اهي، تركيز ايه؟ 2.5%. هيقوم جاي حد من الزملاء والدكتور محمد معانا، يقوم جاي حارب سحب منها 5 سنتي، ويقوم سحب عليهم كمان ايه؟ 5 سنتي ايه؟ صلاين. وبعد كده نبدا نحقن. قلنا بنحقن في السيفاليك فين وفي الريكارنت تارسل. الاداه اللي بستخدمها في الحقن عشان ابقى استريكت الانترافينوس، قلت اللي اسمه ايه؟ الاسكاب، الفراشه او الكانيولا او المسكاب. ده الفراشه. جميل جدا. هنشوف الاول الفينز، نشوف الاول الفينز وازاي بجيبها، وبعد كده نبدا نحقن على بس ما الاقي الزيلازين ايه يشتغل شويه. الناس اللي هنا اللي شايفين دي الفين واضح خالص اللي ورا اسمه ريكارنت تارسل، شايفينه؟ اهو ماشي بالعرض كده اهو جنب الثاني اهو. ايوه يعني لو انا ضغطت كده اهو وسحبت رجل الكلب كده اهو
باين خالص قدامي ادي الرقم تترسل، تقدر حضرتك تحسه بايدك تلاقي تيوب تحت ايدك. قلت مشكله ال في محمد ده هيوريكم بقى هو، قلت مشكله البين ده انه سليبري بيتحرك يمين وشمال، لو اتزنقت فيه وهحقن لازم ان انا احوشه بايه؟ بصدر كده في جنب واحقن فيه. احنا غالبا عشان دي مليون مشاكل فغالبا غالبا بفضل ان انا احقن فين؟ في السفالك تيوب. السفالك تيوب انت ماشي على الانترو ميديا الاسبكت اوف ذا فور ليم. دكتور محمد اهو يوريكم من الناس هنا وبعدين نوري الجماعه دول. بعمل ايه؟ بسحب الرجل كده واقوم عامل اخنو الرجل. هنوريكم حاضر. اخنو الرجل من فوق هنا من ورا الجوي. جميل؟ يبدا الفين يظهر لي على الانترو ميديال اسبكت. لو ما هوش ظاهر بحسه بايدي. ها ناس تحس كده نشوفك تروح هو ظاهر خالص او تحت ايدي بحس بايدي تيوب وفيها فلويد فيها بلاد. أيوة. جميل ماشي. الناس اللي هنا ده بنقول اسمه انترو ميديال اسبكت. انترو وميديا ناحيه الميديا اهو اهو الفين اهو انا حاسه خلاص تحت ايدي وواضح الفين. لو واحد هيطلع هيشوف هيشوفك يعني هطلعك وتشوف الكلام ده. ده اسمه ايه؟ الانترو ميديال اسبكت بتاع الفور لين. اسمه الانترو ميديال اسبكت بتاع الفور لين. في المكان اللي محلوه ده غلط لازم صعب انك تعرف تشوفه من بعيد او كده لازم تيجي وتحسه بايه بصراحه. انا بقوم جاي عامل ايه بقى؟ بقوم جاي عامل ايه؟ هقوم جاي ماسك الفراشه بنفس المنظر ده واقوم داخل في الفين داخل في الفين بزاويه اوبليك كده زاويه اوبليك مش بخش كده. لو حضرتك دخلت بالمنظر ده الفين يعني لو دخلت كده هخش في الفين ويطلع من الناحيه الثانيه. لا انا بخش بزاويه اوبليك. نسحب بس الاول الدراج. حضرتك ساعات يا دكتور محمد مخفف ولا على طول؟ مظبوط خلاص. لا يعني واخد 4 و4 لا انا عايزينه 1 وربع. انا عايز واحد وربع. انا عايز انا هخففه شويه لان بقول لكم امبارح حصل كومبليكيشن فانا مش عايز الكومبليكيشن دي تحصل فهقلله لواحد وايه وربع. احنا اتفقت معاكم ان هو العرق باين قوي. خلاص محمد؟ اه خلاص كويس جدا. دخلت السن بدا يجيب دم على طول قدامي. خلاص بتاكد ان الدم موجود اسحب خالص اسحب هتلاقي الدم بيرجع. جميل جدا. بنحقن ايه قلنا المره اللي فاتت؟ بحقن اول 2 او 3 سم رابت بولس انجكشن. ايه اللي حصل ده؟ مسك ان انا ان البلب بتاعي مش راكب كويس. فين؟ اخطاء ممكن تحصل معاك في الامتحان. اتاكد دكتور. خلاص خلاص بقى اتاكد ان الايه؟ ها؟ ماشي اتاكد ان ال امن عليها احقن تاني يا دكتور. ايوه كده اتاكد ان البتاع مقفوله كويس عشان ما يطلعش بره زي ما حصل دلوقتي. ابدا احقن. جميل. حقنت 2 او 3 سم في الحركه بتاعت الكلب دي ممكن تكون السن طلع بره. ابص كده على مكان الحق اشوفه كده احس مكان الحق. قلت لك المره اللي فاتت ان هو هايبر قريب بيقوم جاي يعمل ايه؟ سيفير اريتيشن جلاندز بيلايتس. ده بيعمل في ساعتها في ساعتها على طول تلاقي ورد عشان تعرف على طول ان حضرتك ايه؟ بطل. انت كده حضرتك خرجت ايه؟ بطل. احنا استنى حد بحقن الاول جرعه الاندكشن. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان انا بعمل حاجه اسمها تو افكت. لو سمحت بحقن تو افكت يعني انا حاسب له لو عديت احسب الكلب ده المفروض ياخد مثلا 6 سم مثلا مش لازم اديله 6 سم كلهم. انا بحقن لحد ما يحصل اندكشن. هل كده حصل اندكشن؟ لا لازم يحصل انكونشسنس يبقى لسه ما حصلش ايه؟ اندكشن يبقى لازم احقن تاني. كويس
اساسا الزيلازين ما كانش لسه عطى افكت صح؟ فهيعوز كميه جنرال انستيزيا ايه؟ كبيره اكتر. ليه؟ انا قلت لك لما تكون حاطط ري انستيك ميديكيشن بتقلل جرعه الجنرال انستيزيا للثلث والنص، هو ما عطاش افكت، واخد جرعه قليله. انا قلت لك انه واخد جرعه قليله من الزيلازين، فكده هيحتاج كميه سايبوبنتال ايه؟ اكتر. جميل؟ جميل. دي جرعة ايه بقى يا دكتور؟ نفس الجرعة؟ الكلب بدأ خلاك شيل ايدك من عليك كده هناك، وشيل شيل شيل ايدك خالص، شيل ايدك خالص، شيل ايدك خالص. فيك التمز. انا لما بحقن خلي بالكم، الكلب خلاص خد اللاترال ايه؟ ريكومبنس. هو لسه ما دخلش الجرعة الأساسية، بس بدأ يدخل في الأنكونشس لسه. في الحالة اللي زي دي أبدأ أعمل إيه بقى حضراتكم؟ أتابع الريسبيريشن. أبص على الإيه؟ على الريسبيريشن. اشوفه هو هيبقى شالو، بس قلت لك يبقى ايه؟ ريجولار. يبقى ايه؟ ريجولار، يعني ينزل ويطلع بطريقه ريجولار. شالو مفيش مشكله. ها ابص على الريسبيريشن، الريسبيريشن شغال، الكلب لسه بيرفع راسه، يبقى هو لسه ما دخلش في الان كونشسنس. يبقى ازود بقى، ازود السايوبنتال. لسه خلاص لو سمحت، لسه 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 افتح له. طيب على ما يدخل، على ما الدكتور محمد بس واحده دكتور محمد مش احنا واحده على اليوم. انا بحقن لحد ما يدي الاكشن خلاص. انت قلت لك اول 3 4 سم بولس لحد ما ينام كده بالمنظر ده، وبعد كده ابدا احقن فيري سلولي شرطه شرطه، وعيني على الايه؟ على الريسبيريشن. وابدا اشوف العين، العين دي بتديني انديكيشن عن الجنرال سيتي وصلت فين. طبيعي العين اللي بيقبل بيبقى ايه؟ سنترا في النص. لما تبدا تدي جنرال سيتي تبدا البلوبي يحصل لها داون وورد روتيشن ناحيه الايه؟ الميديان كانسس. خلاص؟ خلاص لحد ما توصل لدرجه ان حضرتك تفتح العين تلاقي كلها ابيض، ما عرفتش تشوف الايه؟ السواد بتاع العين. افتح كده حضرتك العين. لسه بدات تنزل، بدات تنزل ناحيه الميديال كانساس اهي، العين بدات تنزل، لكن ايه؟ هي ما عادتش سنترال، بدات تنزل لكن لسه ما نزلتش. بقعد ادي واحده واحده، عيني على العين، وعيني اهم منها الايه؟ الريسبيريشن. واحده واحده. الريسبيريشن فعلا بقى بدا يبقى شالو خالص اهو، بدا يبقى وصل ليه ان هو يبقى شالو حتى انا ريجولار، بس انا شايف انه هيبدا يدخل في الايه؟ الريجولار. كويس، هو ما زال شغال الريسبيريشن شانو ريجولار. طيب انا قلت تو افكت. طب يا دكتور امتى اقول ان انا وصلت للسيرجيكال ستيج بتاعت الجنرال انستيزيا؟ يعني ثواني ذكرت مش ما بينامش، معنى ان هي نزلت لتحت كده اللي هي الحته دي، يبقى كده ودنه نايمه، بس ده كارتلج مش هينام. ده كارتلج واقفه وهي ودنه عامله كده، لكن عامله كده. طيب نبدا نشوف بقى، خليكم معايا، خليك شرطه شرطه يا دكتور محمد. ايوه هقول لك انا اللي هقوله. زميلكم بيقول سؤال كويس تتكلموا في الاخر، مفيش مشكله نقول دلوقتي. ده في الريكفري، وده حصلت معانا امبارح. الكلب التنفس بتاعه وقف امبارح، وقف بالفعل، ما كناش يعني نتند حاجه حصلت كده. هو نفس الكلب ده، قلنا عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ على طول عملنا له ارتفيشال ريسبيريشن. سيب ده يا دكتور محمد كده سيبها زي ما هي. وازاي اعمل ارتفيشال ريسبيريشن؟ بقوم جاي فاتح بق الكلب. ها يا دكتور؟ نعم. الناس اللي واقفه تقعد، انا عايز واحد بس معايا يكون لابس جوانت عشان يشتغل مع الدكتور محمد. بس تعالى يا دكتور باذنك افتح بوق الكلب.
افتح ما تخافش. على اخر بيحاول يشد معاك. لا دي في حاجه اسمها ريفلكسز. خليك بس فاكر السؤال بتاعك ده وانا هجاوبك عليه. في حاجه اسمها ريفلكسز. ايه الريفلكسز دي؟ في ريفلكسز بتبقى في الجسم. المفروض قلت لك ان من الكاركتر بتاع الجنرال انستيزيا ان يحصل ريدكشن اوف بودي ريفلكسز. ايه الريفلكسز دي؟ ناخدها كده واحده واحده مع الدكتور محمد. خليك محمد انا اقول الريفلكس وعلى توريه. خدهم واحده واحده من فوق لتحت من عند الهيب. في حاجه اسمها الاير بينا ريفلكس. اير بينا ريفلكس ان انا اجي احط صبعي في ودن الكلب او على الشعر بتاعه. طبيعي لو انا جيت احط صبعي في ودنك او في ودن اي حيوان هيكون عامل ايه؟ كده او هيحرك ودانه. ده ريفلكس ايه؟ راح ما بي ايه؟ ما بيديش. ممكن حضرتك بالراحه خالص تعمل ايه؟ تعمل على الشعر بس كده اهو من جوه. لو هو صح هيحرك الايه؟ الريفلكس. ده اسمه ايه؟ بينا ريفلكس. اجي على الاي. الاي اقوم جاي على عينه كده من هنا على الاي لاشز على الاي ليد. اعمل كده. دي اسمها بالبيبرال ريفلكس. اسمه ايه؟ بالبيبرال ريفلكس. يوم يقفل العين. الثانيه كورنيال ريفلكس. احط صبعي على الكورنيا. قرب كده. مفيش. بس الريفلكس ده مش محبب. ليه؟ لان الكورنيا دي سنسيتيف. حضرتك تحط صبعك في الكورنيا ممكن تعمل لها ابريجا وحاجات زي كده. ده مش ايه يا جماعه. بس اقولها انا الدكتور محمد بيحط صبعه في عينه زي ما بيقولوا في الكورنيا ما بيقفلش ولا حاجه. صح؟ يبقى ده ريفلكس تاني. رائع. سنه يبقى ادي ثالث ريفلكس. رابع ريفلكس اللي كنت اقول للدكتور محمد عليه اللي هو الاورو فارنجيال ريفلكس. اسمه اورو فارنجيال ريفلكس. احنا ممكن نستاذنكم كده نرجع ورا عشان الناس دي تشوف. بس ورا خالص كده. ثانية بس انا اصلا مش بعمل حاجة. انا حتى الان ما عملتش حاجة. لما تكون حاجة انت عايز تشوفها وقتها لك. ده اسمه اورو فارنجيال ريفلكس. ده طبيعي الكلب هيقوم قافل بقه لو لقيت ايه؟ افتح. بعد كده الريفلكس الثاني اسمه لارنجيال ريفلكس. خليك انت بس تبع بس بايرن. ما تقدرش يا شباب بس انا ما فيش مشكلة ما هو هياخد. بعد كده شوف اللارنجيال ريفلكس. ايه اللارنجيال ريفلكس ده؟ في جوه عندنا هنا حضراتكم حاجة اسمها الايه؟ اللارنكس. صح؟ جنب الليبوبلوتس اللارنكس ثاني. اللارنكس ده لو حضرتك او حضرتك جعانه او بتكلم بسرعه وبعدين حد بيكلمك ومش قادر تقوم وزاره تقوم داخله فين؟ في اللارنكس. تقوم طالعين حضرتك تكح. وتقعد تكح وتعرف صح؟ لان دخلت في اير واي ايه؟ غلط. دخلت في الاير واي بدل ما تدخل في النورمال باس واي بتاعها اللي هو السوفوغاس او الدايجستيف يعني. ده اسمه لارنجيال ريفلكس. اي حاجه تدخل في اللارنكس طبيعي تقوم ايه؟ كاف. احنا هنعمل حاجه دلوقتي اسمها اندوتراكيال انتيوبيشن. هقول لكم ايه وظيفتها وبعملها ليه؟ هدخل تيوب في التراكيه. يعني لازم هتعدي في اللارنكس وبعدين تخش فين؟ في التراكيه. المفروض طبيعي ان لما تدخل التيوب دي اللي هي الاندوتراكيال تيوب اهي. اهي الاندوتراكيال تيوب دي. طبيعي لما حضرتك تقوم مدخلها جوه يقوم لو ما ارتاحش يبقى اللارنجيال ريفلكس ايه؟ فقد. بعد كده ريفلكس تاني اسمه الانال ريفلكس. لو حضرتك انا جيت قمت شايل دي كده جاي عند الانس بتاعته وحاولت ادخل اي حاجه في الانس بتاعته. هل بيعمل كونتراكشن؟ ما بيعملش كونتراكشن. ده مش طبيعي. لو جيت تدخل اي حاجه في الانس لازم يقوم يحصل كونتراكشن من الانال ايه؟ السفنكتر. ده اسمه انال ريفلكس. بعد كده نعم. مرتبط بالكونشسنس طبعا. لا مش هو انت هتخش في وانت نايم. عايز وانت نايم ازاي؟ هو متخضر ففي ريلاكسيشن كامل. فهو نايم هتدخل الاندو دراكيل تيوب مش هيحس بحاجه. هتشوف دلوقتي هو قصده مش ايه؟ طلعها لو انت في كنترول. انت صاحي فهتعمل كنترول تحاول تطلعها. انت اللي بتحاول تطلع. لكن لوحدها هتطلع لو انت واقف ساكت كده؟ لا. هو ريفليكس. هو هيطلع ازاي وهو نايم؟ يطلعه ازاي؟ ما يقدرش يطلع حاجه. ولذلك لو سمحت عايزين تقول لو مش هتلاقي حاجه تطلع لوحدها هتطلع ازاي؟ انت لازم انت بتاخد الاكل ده.
ان انت تطلع. ولذلك من الكوميونيكيشن بتاعت الاساسيه حاجه اسمها الدرينجنج نيمونيا. ايه الدرينجنج نيمونيا؟ ان يكون سلايفا ويتكون فلويد ويتكون حاجات في البق ما تخرجش، تقوم تنزل فين؟ تخش في اللنج، يعني تخش في التراكيه الاول، وبعد كده تخش دخلت ازاي؟ بعد لازم تخش داخل اللايف لابلس. هل الحيوان بيطلعها وهو نايم؟ لا بيطلعها، لازم انت تمنع دخولها زي ما هنقول دلوقتي ازاي. جميل. بعد كده في عندي حاجه اسمها البيدل ريفلكس، حاجه اسمها البيدل ريفلكس. ايه البيدل ريفلكس ده؟ ان انا باجي على الصابع، باجي على الصابع بتاع الحيوان كده اهو بحاجه اسمها ارتري فورسيبس. ده مش مقص، حاجه الاند بتاعتها بلانت اسمه ارتري فورسيبس، هناخده السنه الجايه ان شاء الله. اقوم جاي على صابعه كده، اقوم ايه ضاغط. شايفين بيعمل ايه الكلب؟ شايف بيشد رجله اهو اهو، انا سايبه اهو، اجي كده اهو بيشد رجله اهو، بيسحب رجله. ده اسمه ايه؟ بيدل ريفلكس. قبل الريفلكس ده في ريفلكس تاني اسمه باتيلر ريفلكس. لو امسك الرجل كده واجي عند الباتيلر ليجامنت او الباتيلا، قوم ايه شايفين ايه اللي حصل؟ حرك رجله. طبعا الخبطه الثانيه ما جابتش. ثاني كده اهو اهو، شايفين الحركه دي؟ اسمه ايه؟ اسمه باتيلا. بس خلاص لو سمحت مش عايز اسال. اسمه باتيلا ريفلكس. تحتك لما تروح في الاطفال او لو واحد عنده مشكله في الاعصاب، لما يكون بيكون عباره عن منطقه اعصاب، وخليك كده وانت قاعد بتكشف وانت نايم على السرير، وتقوم جاي شاكوش صغير كده وتقوم خبطك في رجلك من غير ما تاخد بالك، تقوم خبطك في رجلك، تقوم حضرتك الطبيعي تقوم ايه؟ ساحب رجلك بسرعه. ده عشان يقيس الايه؟ الريفلكس بتاعك شغال ولا لا؟ في بقى في درجات في قياس الريفلكس دي. في ثانيه يعني ممكن اخبط واحد ها؟ يوم جاي اخبط يوم لا ما عندوش ايه؟ ما عندوش احساس. طب احنا دلوقتي يا دكتور لما هو عمل ريفلكس في الرجلين احنا عملنا زياده في الريفلكس. كمل بس الكلام. يبقى ده ريفلكس لسه ما ايه؟ شفتوا ان الريفلكس دول الباتيلر ريفلكس؟ ما دام الباتيلر ريفلكس ما فقدش يبقى لسه البيتا ريفلكس ما فقدش. اخر واحد يوم في مرحله المحاضره البيتا ريفلكس. لو فقد البيتا ريفلكس يبقى انا دخلت وفي الحاله اللي زي دي اقدر اقول ان انا كده وصلت تو افكت، وانا كده وصلت للافكت اللي انا ايه عايزه، ما عدتش احن بقى خلاص. لكن ما وصلتش للافكت، هل اقدر اعمل جراحه للمنظر ده؟ لا هيحس، يبقى ما حصلش. احنا قلنا من شروط الانستيزيا يحصل كومبليت اوسم سنسيشن، او قلت لك السيكشن فات كومبليت ريدكشن اوف بودي ريفلكس. لسه البودي ريفلكس ما فقدتش، يبقى لسه الحيوان ما وصلش للايه؟ للسيرجيكال ستيج بتاعت الجنرال انستيزيا. شفنا الريفلكس المختلفه دي ريفلكس. وبالتالي انا بقول لحضرتك في الامتحان، قول لي كده اقدر افتح الكلب ده ولا ما افتحش؟ الدكتور محمد بيمسك لسه بيشد، لسه ما زال بيشد. انا محتاج ايه؟ عايز كمان ايه؟ اتوقع ان انا لو جيت اعمل الاندو تراكير تيوب، لو جيت اعمل الاندو تراكير تيوب هلاقي لسه في لارنج ريفلكس بس ايه؟ خفيف. ماشي؟ احنا يعني كفايه كده دكتور محمد ماشي. انا عشان عايزه يفوق بسرعه مش عايزه يطول. إيه شفنا مع بعض الريفلكس، شفنا مع بعض الايه؟ عمليه الجنرال انستيزيا. هو كده لاقي الجنرال انستيزيا ممكن لسه ما وصلش قوي للسيرجيكال ستيج. علشان حضراتكم اعمل اندو تراكيال انتيوبيشن بستخدم حاجتين. بستخدم ده اسمها الاندو تراكيال تيو، اندو تراكيال تيو، وبستخدم معاها حاجه اسمها بستخدم حاجه اسمها اللارينجيوم سكوب، منظار حنجري لارينجيوم سكوب. وظيفته ببساطه كده ان انا بقوم جاي فاتحه بالمنظر ده يقوم منور كده. بعمل ايه؟ انا عايز ادخل دي تيوب دي في اللارينكس في التراكيه اسمها اندو تراكيال تيوب. فبقوم فاتح بكل بساطه خالص. هنعمل الحكايه مع بعض وهسيبكم تشوفوها مع الدكتور محمد لحد نهايه السكشن. بجيب رباطين شاش، اثنين ستريبس من الشاش، وبعدين اقوم جاي مقعد الحيوان في استرنال كامبرز. هو نايم كده اسنده يبقى وشه لكده استرنال كامبرز. اقوم جاي برباط شاش ومعدي واحد منهم من الجم كده من فوق، واقوم شادد الجم دي فوق.
ورباط الشاشه الثاني عدى من الجنب اللي تحت وقوم شدد الجنب الايه بتاعه. لا 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 هي ما لهاش طريقه غير كده. اسحب دي لفوق وده لتحت، يبقى انا كده فاتح ايه بق. اجيب رباط الشاشه ثاني واقوم ساحب لساني، لان اللسان بيتزحلق، اقوم ماسك اللسان لرباط الشاشه واقوم ساحب لسانه الايه لبره. اجي بقى عند الروت بتاع التمر، اقوم جاي فاتح دي واقوم مدخلها واقوم ضاغط كده على الروت بتاع التمر، تلاقي على طول لسان المزمار او اللي هو الايبيجلوتس ده واضح، تقوم ضاغط عليه يقوم نازل الايه الايبيجلوتس. الايبيجلوتس ده بيقفل لما تيجي حضرتك ايه تابع، لما يفتح ساعه يعني لو كده يقفل عشان الاكل ما يروحش. انا بقى هفتح الايبيجلوتس ده او انا منزله ده، يقوم يظهر عندي فتحه بتاعت اللي هي الايه اللارنكس، اقوم جاي مدخل التيوب ديت فيه. لو حضرتك لسه جاي حضرتك بتدخل التيوب، هيقوم الكلب لو في اللارنج لو السباز اللي موجود او يعني في اللارنج السباز يقوم يعمل كده خلاص. طيب لا جميل خلاص. بعد ما دخلتها انا اقول بس الاول الصح وبعد كده ايه الغلط. بعد ما دخلتها في عندي هنا حاجه اسمها كف، اسمها ايه كف. هجيب سرنج الكف دي بيبقى على اللي على البتاع يقول لك ديت ملوها 2 مللي او 3 مللي هواء يبقى موجود ايه عليه. اجي دول كتير قوي طبعا هتفرقع يعني تقريبا بيبقى كده تقريبا يعني هنشوف على حسب انا مش عارف ايه اللي مكتوب هنشوف دلوقتي. بقوم جاي مركب الكف دي كده اهو السرنجه هنا واقوم حاقن. ايه اللي بيحصل؟ دي اتنفخت الكف دي ايه؟ اتنفخت. انا بعملها بس مش عايزها تبقى ايه؟ استريتشد قوي، لان لو حضرتك عملت كميه كبيره انا حقنت حوالي 3 4 مللي اتنفخت اهي. لو حضرتك حقنت كميه كبيره فيها ممكن ايه؟ تفرقع. خلاص ده خطوات التدخين. ايه المشاكل اللي بتحصل وانا بعمل البتاع دي ليه اساسا وايه اللي ممكن يحصل قبل ما تبداوا تشوفوا على الكلب هي بتتعمل ازاي. حضرتك قلت من المشاكل اللي بتحصل في الحيوان حاجه اسمها الدرينشينج نيمونيا، انه يحصل يبلع فلويد او يبلع سلايف او حاجه تدخل فيه التراكيه. فحضرتك انا لما بدخل دي بعمل حاجه اسمها بيتنت اير واي، انا هدخل دي فين؟ في التراكيه. جميل. قمت قمت ديت دي على نهايتها اهو، قمت ديت عملتها انفليشن كبرت، يقوم اللاترال وول بتاع الكف ده يلزق في اللاترال وول بتاع الايه؟ التراكيه هي يا شباب. وانا دخلت دي في التراكيه. خلاص؟ عملت لها انفليشن، بقت ديت لازقه في ايه؟ التراكيه. في التراكيه. هل في اي حاجه تقدر تدخل تعدي من التراكيه الا اذا كانت داخله من هنا؟ داخله من هنا اه هتعدي، لكن غيرها هتقدر تعدي؟ يبقى دي وظيفه الايه الكف. نفس فكره ايه بتعمل في الكاتيتر برضه. اه زي نفس فكره القسطره كده، نفس فكره القسطره، بس القسطره هناك بنعمل الحكايه دي عشان ما تطلعش القسطره. اه يعني دي مش قصه من مش قصه ان هي تطلع، قصه ان انا ايه قافل اعمل اوكلوجن للاريا اللي حوالين الايه التيوب بينها وبين التراكيه. يبقى انا في الحاله دي منعت الدرينشنج نيمونيا، عملت حاجه اسمها بيتنت اير واي، يعني حفظت كده الهواء هيخش منين؟ ملوش مدخل تاني، هيخش من هنا على الايه؟ على التراكيه. فدي اسمها بيتنت اير واي، يعني الاير واي مفتوح، مفيش حاجه ايه؟ مفيش اي حاجه ممكن تعيقه. يبقى ديت وظيفتها الاساسيه عشان الايه؟ التنفس. خدت النهارده في الانهيليشن ان انا بحط التيوب او الخرطوم بتاع الانهيليشن الاناسيتيك ايجنت او الانهيليشن ايجنت بركبها فين؟ في الاندو تراكيه التيوب علشان ايه؟ الاناسيزيا تدخل على طول على الايه؟ على اللنج وتمنع خروج دي بقى تمنع خروج ايه؟ الاناسيتيك ايجنت تاني، لان لو دي مفتوحه هتخش وتايه؟ تخرج. لكن لما تبقى دي مقفوله ودي تركب فيها التيوب تخرج ازاي؟ ما تقدرش ايه؟ تخرج. خلاص يا شباب يبقى ديت تعليق. طيب كان زميلكم بيقول لو حصل مشكله اقدر بسرعه الحق الكلب ازاي؟ لو انا بحضر انهيليشن اقوم شايل بسرعه الخرطوم بتاع الانهيليشن واقوم حاطط هنا ايه؟ اكسجين، يقوم الاكسجين داخل على طول يتنفس بسرعه يخرج لي الاناسيتيك ايجنت والحق الايه؟ الحيوان. امبارح اللي حصل هنا معايا ما كناش لسه مركبين الاناسيتيك، ما كناش لسه ركبنا الاندو تراكيال تيوب، كنا لسه بنحقن واحنا اساسا ما عندناش الجهاز بتاع الماشين مش شغال، هو موجود كده لكن مش شغال. لكن لو كان شغال ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ قلنا السايبنتال بيحصل صدن ابنيه
صدن ايه ابنية. هي المشكله ان الهارت واقف ولا الريسبيريشن واقف، يعني هو بيموت. فبتيجي فكان زمايلكم شافوا الحكايه دي، فتيجي تبص هنا في مكان الهارت تلاقي الهارت شغال بيعمل كونتراكشن والريسبيريشن واقف، عايز الحق البتاع بسرعه. ففي حاجه اسمها مانوال، مانوال ان انا اعمل مانوال ريسسيتيشن. عملنا ايه دكتور محمد كده يجي معايا، بقوم جايب ايدي زي ما قلت لحضراتكم، اقوم حاطط الصدر بين ايدي كده، اقوم ايه قافل، ومعاه الدكتور يقوم بسرعه فاتح البق، اقوم ايه فاتح البق اهو كده. انا بعمل ايه مانوال مساج للايه للرمي بسرعه، ده اللي احنا عملناه بالفعل امبارح، لان ما عندناش ايه انهاليشن، دي وظيفه الاندوتراكيال تيوب. واقوم جاي ماسك الرجل قلت لك المره اللي فاتت واعمله في سلك ولا ايه مرض، اوسع الدايره كده، اوسع دايره الايه لاين، اجي على الطنج عبوط بتاعها واعمل سكراتشنج للطنج كانه بعمله ستيميوليشن عشان ايه يفوق. بدل ما شفت الكلام ده احنا هنا طبعا ما بنعملوش عشان يعني الصلايبه والكلام، بيقوم جاي بيقوم جاي فاتح بق الكلب وحاطط بقه في الكلب وقوم جاي كده بيسحب الهواء يا كانه بيعمل له خلاص بقى خلاص يا جماعة خلاص حصل وقال ايه يعني خلاص انا غلطان بس انا غلطان والله خلاص هو الشعب المصري عايز جنازة مش معاها لط والله لهم ماشيين كده وما حدش عارف هو رايح فين، يقول لي يا ابني انت نازل التحرير ليه، يقول لي انا معترض على اعلان الدستور، معترض على ايه فيهم، يقول له اخر مادتين ايه هم مش عارف حاجه فضيحه قدام العالم كله على الجزيره. يوم جاي لي الامام انت معترض على ايه يا ابني، يقول له هو انا معترض على اعلان الدستور، يقول لي معترض على ايه فيهم، يقول له هم برضو اخر مادتين ايه انا برضو مش عارف انسيرشن اسف جميل وجينا على ايه وان سايد اقوم جاي ديت جميل جدا. بص الكلب بيعمل ازاي، استنى يا ابني ما تحركوش انت اهو شوفوا اهو بيعمل ازاي، بيحاول ايه يزقها عايز يطلعها، لان اللي انا قلت لك السبازم مليون في المية ما ايه ما دخلش. اتاكد ازاي ثواني اتاكد ازاي، خلاص هو شغال يا دكتور محمد اهو، اتاكد ازاي ان هي دخلت في التراكيه
اقول لك الريفلكس ده. تاني حاجه تيجي تبص تلاقي على الوول بتاع التيوب فيه بخار ميه، تيجي حضرتك تحط ايدك هنا تحس بايه؟ بالريسبيريشن، تحس بايه؟ بالريسبيريشن. جميل. اجي عشان اتاكد الترقيه طبيعيه هي اللي بتبقى هارد، تحط ايدك كده عند حضرتك تيوب هارد كده، اللي الصوف الجاز دي بتبقى تيوب بس صوف ما تحسهاش. لو ايه داخله في الصوف الجاز هتحس اثنين تيوب تحت ايه؟ تحت ايه؟ خلاص. جميل. لو دي دخلت في الصوف الجاز بتوصل لايه؟ السمك او الدجيستا تلاقي ايه؟ تلاقي فلويد ونكت فلويد ايه؟ قاتل طبعا من الايه؟ من الدجيستا تراك. وطبعا يعني هي ما فيش على الابيض لا في جنب هو ده ضوء من هنا. اشرح لك بس اخلص بس وبعدين. يبقى ان ديت ايه؟ خليكم معايا بس معايا. يبقى ادي ايه؟ اعرف ان انا ايه؟ الاير واي ايه؟ شغال. لو حضرتك بدخل في الصوف بس وهو لسه مش فايق قوي، او انت في اللارنجيال سباز، في اللارنجيال الريفلكس بيروح. لو الريفلكس مش موجود وانت مدخلها في الصوف بس، بدل ما يعمل الهيك اوف دي بدل ما يعمل الحركه دي يعمل حاجه اسمها سوالوينج ريفلكس. اسمها ايه؟ سوالوينج ريفلكس. حاجه داخله في الصوف هيبلعها. ليه بيعمل كده؟ فاكر؟ بيعمل كده. ليه تعرف ان هو ايه؟ حاجه عايز ايه؟ يبلعها. دي سوالوينج ريفلكس. يبقى شفتوا ليه بتاع كده انفيوبيشن؟ وصلت قلت لك عشان اركب فيه الانهيليشن انستيزيا، عشان احافظ على البيتنت اير واي وامنع الدرينشنج ايه؟ نيمونيا. ممكن يحصل كومبليكيشن ان حضرتك تدخله غلط في الاسوفجاس، ان حضرتك تعمل تروما وانت داخل، وعلشان الثلاثه التروما دي ممكن اجي على التب بتاعه الاندوتراكيه التيوب من قدام واقوم حاطط عليها جيل. جيل مش جيل اللي هو الكي واي جيل، او الكي واي جيل اللي هو بتاع الصغار او الحاجات دي، ممكن احط عليها لوكال اناسيتك جيل برضه او كريم او انترنت لوكال اناسيتك. ممكن احط عليها توبيكال ليتوكاين، احط عليه توبيكال بس على ايه؟ على مكان بحيث ان هي داخله ما تعملش انجري وما يعملش رين للحيوان اللي ايه؟ اللي داخل. من الحاجات اللي ممكن تحصل ان حضرتك يكون القف دي حضرتك تقوم ايه؟ ماليها قوي زياده عن اللزوم، تقوم مرشره وممكن تعمل انجري للرين للترقيع، عارف انت لازم تحتاج تديها ايه؟ يا دوبك 100 يا دوبك على ده بس ما تبقاش ايه؟ خلاص ده ليه اخر حاجه ابدا اشيل التيوب دي امتى؟ ابدا اشيل التيوب دي امتى؟ لازم اشيلها لو حسيت ان الكلب بدا الاسبيريشن يعلى، يعني ايه؟ هيبدا يفوق، هيبدا يحصل كفرنج. لو بدا يعمل شاونج ليها، يعني ايه يعمل شاونج ليها؟ بدا يحاول يقفل بقه، بدا يقفل بقه يبقى اورو فارنجيال ريفلكس ايه؟ رجع. هتسيبها له هو ازاي؟ يبقى على طول حضرتك تشيل، تعرف ان حضرتك كده هيشيل او كده تديله ايه؟ لا بلاش على لسانه. خلاص احنا شفنا ان لا هو ما يقدرش يعض دلوقتي لانه لسه ما يبقاش فايق قوي. هتشوفه تاني مع الدكتور محمد، يعني عشان ما يسمعش، معلش هتشوفه مع الدكتور محمد ممكن يديله تاني جرعه جنرال انستيزيا سنتي او 2 سنتي عشان يركب تاني مجموعه مجموعه وارض وجلوب صف صف كده، يجي بس يبص يشوف هي بتتركب ازاي وهي قبل ما امشي، عشان زميلكم كان بيقول لي لو حصل مشكله قلت لك دي ارتفيشال ريسبيريشن، او ان انا بسرعه ادي له اوكسجين، ادي له حاجه اسمها انت تشوك ميجر. ايه الانت تشوك ميجر؟ ادي له حاجات ترجع بسرعه المشاكل. في بلادي كارديا هم عطوا له اطروبين، احنا بسرعه ايه؟ اطروبين. ادي ديكساميثازون بسرعه، في حاجه اسمها انت تشوك ميجر. لو في ريسبيراتي في ستريس او اجليا بدي فايز نوع من الانواع الادويه اسمها دوكسابرام، حاجه ريسبيراتي ستيميلانت، حاجه اسمها ايه؟ دي حاجات بديها بسرعه عشان الحق ايه؟ الحق بسرعه ان انا ايه؟ اعمل ايه؟ ريكفري. الريكفري بتاع الحيوان لما عشان نهايه البروتوكول بقى. حضرتك عشان تعمل ريكفري للحيوان تفصل الاناستيزيا عنه اول، تبدا تعمل كنترول للتمبريتشر ان انا ادلت الحيوان هدفي بحيث ان هو اساعد عشان الانستيزيا تعمل هايبوثيرميا، فانا عايز اساعد ان ايه؟ الحراره ترجع تاني عشان يبدا يفوق، زي ما يكون واحد خارج من العمليات تلاقيه ايه؟ بيرتعش، يلاقي يحطوا عليه بطاطين وهو ايه؟
عمال يلتز، انا عارف خمس بطاطين تلتز زي هاي مسلمة، فعايز ادافع حرارة في بتبقى لايت، في نوع من اللايت في العمليات بيبقى هيت لايت، يعني نور بيتسلط على البتاع، وفي حاجة اسمها الهيت باد، يعني هيت باد زي مكتبة كده بتبقى تتغطى بيها، بتوصل بالكهرباء تسخن، تكون تسخن الكيس بسرعة، اديله محلين دافية، ادي محلين دافية، اقعده ستيرنر الامرسي ما سيبيش نايم، اقعده ستيرنر الامرسي، اعمل له مساج، اعمل مساج على جسمه، كل دي حاجات عشان يحصل ايه؟ ريكفري. جميل؟ بتابع العين وانا شغال، اطلع اعرف ان الحاله هيحصل لها ريكفري ولا لا، يعني لو قلت لك اي موضوع ايه ده ونور روتيت. جميل؟ وانا شغال ايه علامات تقول ان الكلب هيبدا يصحى؟ قلت لك ان الريسبيريشن يبدا يرجع بسرعه، ابص على العين الاقي الاي بي او رجع تاني ايه؟ سنتر. خلاص؟ الاي بي او مش برضه بترجع سنتر في حاله ايه؟ واحنا